من الألغام شيء كثير، فالمرأة تقول أنا أبعد ما يكون عن هذا المجال وعن هذا الشيء، فتركوني في منزله وفي أشغاله وفي مجال محدد هو مجال الطفولة، مجال كذا، مجال كذا، ولا أبتعد عن هذا المجال هو المجال السياسي. قلنا لنا نبحث ونستقصي ونرى هل فعلا للمرأة حضور ووزن في الحياة السياسية، واش يمكن للمرأة تكون فعلا عندها حضور سياسي، خصوصا لاحظتم معايا رجع على الاستقرار والضمان في الحروب المواليه، المعطيات الاحصائيه للمشاركه السياسيه للمراه فعلا كاين واحد التقدم كبير جدا بالنسبه ديال الرجل، فاصله ضمن جوج ولا شي حاجه في تمثيل النساء في البرلمان، هذا في حد ذاته واحد الرقم مهم جدا في افق نوصل لواحد 50-50، يعني واحد الوقت كنتكون في البرلمان فكر على الرجال، الرجل هو الذي يكون برلمان المراه او المناصب العليا، ما يمكنش تكلم على مثلا المراه تكون قائده حزب ولا تكون في شي هيئه كبيره في الحزب، كتكون فقط في المرأة ربما يحتاجنا فقط في الدعايه وفي التعبئه السياسيه، صعب جدا ان تكون المرأة حاضره وازنه في صناعه القرار وفي اتخاذ القرار داخل مجموعه من الهيئات الحزبيه. الان غادي نحاول نشوفوا هل المرأة دور في الحياه السياسيه وفي المشاركه السياسيه، واش كاين شي دور ام ان دورها مغيب تماما. عندنا واحد التمرين غادي نبداو به هو عباره عن العصف الذهني، اللي عندنا في عقلنا العصف الذهني هو اي حاجه في عقلها اسمها في رايكم جميعا أهمية المرأة في الحياة السياسية، هل لها بغيت فكرة بدون إعداد قبلي بدون ما نوجد شنو خصني نقول بسرعة كنقول أفكار، نعم يعني تكون موجودة أنا بالنسبة لي المرأة تكون موجودة عندها مكانة ديالها في الترامب مكانة كتزيد تعطي في المجال السياسي حيت إذا ما كانش عندها احترام ديالها وهذا راه الزوج ديالها يقول لك هذه النقطة اللي نهضروا عليها. إيوان صح، حيت من خلال الحياة كنلاحظوا أن المرأة كنحتاجوا بزاف التعبئة السياسية. من كتوصل للاستحقاقات الانتخابية كنلاحظوا المرأة أكثر شيء كتعتمد عليه في هذا المجال باستقطاب. لأن المرأة عندها قدرات، أنت غادي نشوف قدرات عجيبة، عندها مهارات، عندها كفايات، وعندها كفاءات كثيرة لكي تستقطب الآخر وتقنع الآخر. صح. يعني إذا نجحت المرأة بفضلك المرأة المرأة عندها دور مهم في السياسة، ماشي هي ماشي بحال ماشي أداة واخا الدليل بأن الحروب استقلال شديدة بالمرأة، علاش؟ لأن هي اللي كتدفع الأسلحة والخطابات الطرق ديالها اللي هي فكرت فيهم وهي اللي اقترحاتهم على السعادة سواء داخل الدار دياله ولا داخل حيت حتى مع المقدم مع القايد مع حتى كتزيد قوم اللي كيوصلوا الميساج ديالها الرؤساء وكيستدعيوها، والطريقه هي اللي كتختار كيفاش توصل عندك الرؤساء، ماشي هما كيوريوها، هي اللي كتخطط كل شيء باش كيفاش الاسلحه يجوا، وفي الحرب ديال الخطابي باش ربحوا كانت ديك الساعه المخططات ديال المراه. نعم، حتى في ان شاء الله في العروض المقبله، غادي يكون حتى الحركه الوطنيه، هل كان دور المراه يعني متى بدا الدور الفعلي والدور السياسي للمراه؟ نعم غادي نشوفوا حتى في المجتمع وكت تمشي باش تدخل في الاسلاك ديال السياسه، دابا الوقت اللي فاش بدات المراه كتدخل السياسه والجهد باقي كاين تطرش ديال الناس جاهلين وما قاريينش باقيين بزاف، خصهم باش يبداو الناس نوصلوا لذاك الكلمه ديال الناس خصهم تكون عندهم كفاءه، باقي ما وصلنالوش لهذا الراجل المناسب في المكان المناسب باقي ما وصلش، كتجبر المراه كيكون عندها واحد الحضور واخا ما يكونش عندها واحد النيفو عالي، ماشي كنقول عليها هو اللي النيفو عالي، كيكون عندها واحد المستوى الدراسي لذاك السبيل كتكون عندها كامل حصلت على واحد الباجاج كبير ديال التجربه عبر عده محطات، سواء في العمل ديالها المهني او اذا كانت خدامه في هذيك ولا دوزت البلدان بزاف، كتكون عندها تجارب بزاف وخاضت عمل جمعوي كبير، كتلقاها كتضاهي ذاك الناس وذاك الناس كيتعصبوا كيتمحلوا كيتزدقوا تاكيو هذه التجربه ديالها توصل فقط الناس كيعرفوا جاهدين
تفاحض بان معظم البرلمانيون اقول هذا البنت العاقل الجهل لا اسمح لك اقول سياسية موجودة في المغرب. احنا ولينا كل ما دب عن كل واحد الكلمة نقدر نقول هذه الجملة هذه وهي بدوية واستسمعني مرحبا راه الطيارة راه الناس ولات من هذه قالت لك ولا برلمان كيفاش كيف هو ما عندوش واحد الثقافة السياسية هو بصح تقد لها لا 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 حاولوا تسمعوا بعضياتنا عفاكم حسن شي صنعكم دوك شي اتفق معنا فيها هذا هي حقيقة قبل من السوق السياسي باش كيطلع بنادم اي نقول بنادم بهذه الدرجه بينا ماشي يطلع ماشي بكفاءه ماشي تجربه سياسيه لان ملي كيشوفوا فلانه في فلانه تجي تعاوني كيشوفوا شنو هو البعد طبق الاجهزه اللي تابعه هاد الناس كيكون عندها تجربه وكتكون عندها الخلط والعمل الجمعوي مع الناس مكان راح المجتمع الناس كيتبعوها كانوا يزوبيك راه ماشي الثقافه العمل السياسي العمل السياسي كيوصل التجربه اللي عندك باش كتوصل التجربه السياسيه كيوصلوهم وحتى كتوصل كتتفق معاك تما يشوفوا في الكواليس وتجلس تقرا تما قرايه سهله وسمحوا لي كنهضر بعصبيه حتى لو كاينه لان جميع الحزب كنهضر عليهم الا قلبتوا في هذا الشيء كتلقى واحد الشيء اللي كاين ما حتى شي حاجه يبدل في الساعه على والو هذا هو المتناقض ديالك لا العكس هذا هو المتناقض ديالك مشاركه المراه في الحياه السياسيه شنو الفوائد ديالك اول حاجه معايير عيش عليا بمعنى مشاركه المراه في الحياه السياسيه تضمن ان تدافع بقوه وان تحس بواحد الفئه تعيش تهميش وتضمن ان المراه تكافئ اكثر مجموعه الفئات تضمن عيش كريم وعيش حقيقي وحد في أعريضة من المجتمع تمثيل مصالح المجموعات المهمشة المرأة أكثر احتكاكا بالفئات المهمشة فبالتالي هي تمثلهم حق تمثيل ما تبقاش هذا الشيء غير نظري إنما هي مبني على معطيات حقيقية ومعطيات ميدانية أساليب قيادية قابلة للتعاون المرأة من طبيعتها تتعاون عندها قدرة وعندها قابلية للتعاون بشكل كبير جدا العمل مع مختلف أقطاب الأحزاب السياسية. المرأة ما عندهاش مشكل إذا تشتغل مع أي حزب في شرط واحد يكون كيخدم الأهداف العامة. قرارات أفضل تتخذ أن المرأة تتخذ قرارات ماشي تحيز لكن هذا هو الواقع وهذا ما ينبغي أنا أتكلم عن ما الفوائد يعني ما ينبغي أن يكون شي حاجة حالمة نرجوها ونرنو أن نصل إليها. شوف المرأة رجعت باش شوف شوف هذه قول مادلين أولبرايت جميلة جدا هذه القولة هذه قالت شكون تقول مادلين أولبرايت كتعرفوها نعم مشاركة المرأة في الحياة السياسية تنتج في أرباح ملموسة للديمقراطية بما في ذلك استجابة أفضل لاحتياجات المواطنين ومزيد من التعاون بين الأحزاب السياسية والإثنيات المختلفة الأعراق المختلفة وسلام أكثر استدامة هي قولة تاريخية غتكون مؤرخة لمادلين أولبرايت وزيرة الشؤون الخارجية الأمريكية هي توفيت مؤخرا وفعلا قالت هذه القولة ستبقى مؤرخة حول مشاركة المرأة في الحياة السياسية تفضل أستاذة أستاذ احنا كنقولوا دائما كان يجينا كنشيروا أن المرأة ضعف المرأة رغم أن واحد القوة من الأزليات كانت مشاركة المرأة في المجال السياسي من داخل القصور إذ كانت المهمات تسند للمرأة في تسيير القصور السياسة الداخلية كانت النساء إذن هنا كان اعترفوا بالقدرة النسائية من ناحية فاش كان جمع أستاذ حنايا من اللي دخلنا حنا على المجال مشاركة المرأة في المجال السياسي راه السياسي كيهبط للميادين كيدق ملي كتدق على الضيوف كتخرج لك شبه كتخرج لك المرأة إذن هنا إلا غادي تجي تشوفها النهار المنطقي أنا راني زوجة وأم ونقدر تلقاني عجوزة إذن أنا راه كنسير واحد الأسرة اللي هي أفرض راه نقدر نأثر على الزوج ديالي وعلى ولدي إذن هنايا فين كاينة القوة؟ كنشوف القوة للمرأة وليس للراجل هذه بالنسبة للتمثيلية النساء أستاذ وكنقولها وكنعاود نقولها مرارا وتكرارا من النقطة اللي قالت الأخت الجل لأنني أنا لا ألوم من وصل
الدنيا بجهله، ولكن ألوم نسله مقارن كفاءات وحكمة وما مرقوش محيطه. ما كنقول لك أنا وأنت يراك أبو الجهالة، مادام خليتي واحد جاهل يسيرك أنت، إذا أنت أبو الجهالة ماشي هو اللي جاهل. علاش كنحاولوا أن نحكم هذا المنطقة تاع الجهالة؟ فالأصوات لا تخرج من المجتمع، هي حنا القناعة كتشكل هي القناعة اللي عم تصرفوا المجتمع. حنا عندنا امتداد من هنا للمجتمع. نكمل ونشجعوا المرأة على أنها تكون فاعلة ومشاركة حقيقية في رسم السياسات العموميه ومشاركه في استحقاقات المقبله. ومن باش غادي نجيو حنا استاذ النقطه، لان كانت عندي واحد التجربه اللي هي بسيطه جدا، ان اول هاد السنه المفرطه كانت هي اول سنه بالنسبه ليا في الاشتغال في المجال السياسي، وكانت في غرفه التجاره. كنت بغيت نظن ان قالوا تنتم انا كنت اخت مريم غادي تعرفني، كان غادي نيش على واحد النقطه بدون توضيحات. يعني حنا ملي كنجيو نشوفوا استاذ ها هو جا وعندك رجال وتعاملت مع رجال يوم سياسي وكانوا في المستوى، ما بقيتش انا الاشكاليه من نوع الذكوري، لقيت المشكل من نوع النساء، لان جاي وحده انت تحطيت في واحد تعرضت انك مثلا تعرضت عليك انك غتكوني معنا انا في الرقم، ولكن كتقول لهم انا غاد ها كيفاش عامل الخارطه، انا باصه الخارطه من قبل كيفاش كاينه، وخا كان ديك الاضافه ديالي في الاخر كيقول لك حنا باغيينك في هذه المرتبه الاولى هذايا هنا، ولكن ان ماشي شرط وانما طلب صغير غتنضمي. في حين كتلقى كتجي وحده اللي خاصها تاخذ هي داك المنصب كتبقى تحفر لهم غير اجيني فرونشمون خذيها بصحتك انا غنجي نتخلص عليها. واش فهمتني كيفاش اوصل؟ اذا هنا كاينه محاربه المراه للمراه، وفاش كتكون شي وحده هي بوحدها ملي كتكون شي وحده. انا اللي كنعرف انا في المنطقه اللي تعلمت في الاسره ديالي في المجتمع ديالي، انني ملي كنشوف شي وحده اللي هي كابابل كومبيتون وقادره تعطي اكثر من اللي انا غادي نعطي، نحاول نزدهم نديرها اكتشفوا براسي، حيت علاش غدعمني وتدعم النساء اللي غادي نستقطبهم. ولكن انت ملي غادي تحاربيني انا كشخص وتمشي تدفعي وكتبان النتيجه السلبيه ديالك في واحد الاستقاله اللي هي جماعيه وتهرب جماعي من عندك، اذا هذا كيبين الضعف ديالك في المجال. النقطه الثالثه استاذي المحترم هي ملي كتلتجا، لان علاش حنا استمراريه الدول والامم بثلاث مجالات، عندك الاسره عندك الصحه والتعليم. ملي حنا دخلونا بديك راه شوف كاين واحد القوه خافيه اللي كتحطمنا ملي تحطمنا بدون شعور. اذا حنا حطمنا التعليم حطمنا الصحه، شقات لينا الاسره، الاسره دخلنا فيها الماديات. اذا ملي كتجي هنا شوف كتلقى المشكل في كل اسره، نهضروا منطقيا، راه كيقول لك المصري واحد المثل اللي هو شعبي بصر، اذا دخل الفقر من الجب خرج يعني التفاهم من الشبر، راه ما نمشوش هذا بزاف. انت ملي كتجي انا يد يعني كنهضر بصفتي انا عندي واحد المحل تجاري بصف محل هو شعبي، يعني جميع الشرائح السياسيه نزلت تما حدايا، شد جميع انواع الاحزاب نزلوا كنشوف كيفاش التعامل. البلاد ما راه باش ولا كيمشي، راه ما بقاش كيمشي بالمصداقيه، راه ولا كتمشي ب 100 درهم 200 درهم اش غادي تجيبي؟ اذا هنايا ما غاديش نقول انايا تقويت القدرات ولا تقويت الكفاءات، راه باش خاصني نصلح خاصنا الاكتفاء الذاتي للمواطن. ملي نهار راه هي هنايا عاد غادي نوصلوا على ديك المشاركه السياسيه الحقيقيه، ما تجيب لي لا بنت خوك لا بنت عمك، حط المرأة ولا شفت المكان المناسب. المرأة في الخطاب السياسي عندنا الناخبات. إذا الناخبات كنعتبر أن المشاركة المرأة في السياسة أنه حق أساسي بالنسبة لها، حقها كما يشارك الرجل يجب المرأة أن تشارك جميع المحطات السياسية. كذلك هناك عقبات، واش كما قالت الأستاذة واش فعلا حنا الأرض فرشة الورود؟ هناك تحديات، هناك عقبات، هناك صعوبات، هناك واقع. حنا ما كنتكلموش بأحلام وردية، ما كنتكلموا بواقع نعيشه، واقع معاش بالنسبة لنا. التوعية المدنية وتثقيف الناخبات، دائما كما قلت ربما الكفاءة شرط أساسي، المستوى الثقافي شرط أساسي. كذلك عندما تنتخب المرأة تفوز المرأة. لماذا عندما تنتخب المرأة تفوز المرأة؟ حيت المرأة هي اللي غادي تمثل المرأة
جميع المجالات. الراجل سيفهم الراجل، المرأة غادي تفهم المرأة. المرأة كتفهم أكثر احتكاك كانت الفئات المهمشة. المرأة تحتاج فقط نعم تقدر تواصل مع جميع الفئات المستوى العلمي. واحد النقطة نتاع تثقيف الناقل وبالنسبة للمرأة كانت هذا سؤال موجه للأخت فاطمة عكاشة. كانت معاهم كنت حضرت واحد اللقاء في بداية المجيء ديالي هنايا للعرائش. تقدر تكون عرفت عاد الأخت مريم كانت حاضرة معاهم واحد السيدة كبيرة فلاج وما قارياش. كانت أستاذ بالفعل حيت الآن مازالني كنتذكرها. كنا كنهضروا بديك الثقافة ديالنا التعليمية أو الأكاديمية أو الجمعوية. هي ملي كتهضر معاك بخبرات الحياة. ملي كتهضر معاك أستاذ كتحس الحكامة عند ديك السيدة. إلا كانت ألف باء هي اللي غادي تميزني على ديك السيدة، أنا كنت نازل عليها لديك السيدة. المستوى يعني